افكر فيه. شو دار؟ جيت هنا ولد هنا. واش واش تعمل قبيلة ما تجيش تدخل دار؟ كون ما تدخل الله خوش عليك دخل قاعد اخويا قاعد ما دخلنا الطول دارك الله يرحم الوالدين امين تطلع عوني الله يسهل عليك طاح في الله طاح المسجد ولي بولي واحد منا واحد منا قلنا في واش التزمو واش الراسون دخلي الله يرحم الوالدين وما كاينش التجمعات خذ 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 اخويا فين تفضل الله يرحمك
احنا راه الدريده خرجنا قالنا نخرجوا لا ماكن ول مرحبا تخاف اوضاع كيفاش دايره رجع